السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 241 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء الخامس من حديثنا عن سلسلة أعمال تنفيذ المباني في الموقع أو الماسونري Construction Inside. وفي الفيديو ده هنتكلم عن الماسونري Column Connection Types أو التقاء الحوائط بالأعمدة. وفي الحقيقة عندنا نوعين احنا هنتكلم عنهم، باعتبار انه في اما ان احنا نعمل فصل تام ما بين الحوائط والرصود بالحوائط اللي هي الحوائط البلوكات او الطوب والاعمدة الخرسانية، اما احنا بنعمل فصل تام او ان احنا بنوصل ما بينهم. طبعا هي الفكرة معتمدة على مواصفات المشروع اللي هيكون موجود عندك، فده اللي هيكون المقياس والاعتبار الاكبر اعتمادا عليه في تحديد هل انت هتعتمد النوع ده ولا هتعتمد النوع ده. فعندنا مثلا الجزء ده من مواصفات مشروع، في زي ما انت شايف ده تعتبر الحوائط انديكيشن للحوائط بلان من فوق، وده عندك العمود الخرساني، في عندنا حوائط من الجهه الثانيه زي ما انت شايف فيه هنا انديكيشن كده كومبريسبل سيلنت. ففي الحقيقه احنا هنا المواصفات كانت الستاندرد دروينج بتقول لك انه في 2 سنتي فاصل ما بين البلوكات وما بين الاعمده الخرسانيه. طبعا الفاصل ده في النهايه هيكون ان احنا هنملاه بسيلنت، ان شاء الله نتعرض للموضوع ده فيما بعد. ديت صوره لاعمال المباني، وفي فاصل فيلر بورد زي ما انت شايف فيه فيلر بورد 2 سنتي او سنتي ونص سنتي على حسب المواصفات اللي موجوده عندك، وفاصل ما بين تماما ما بين بلوكات الطوب وما بين العمود الخرساني. طبعا بس ممكن اما ان شاء الله ندخل في الفيديوهات ونكمل السلسلة هتلاقي بس في عامل جساء نسبية او بسيطة ما بين البلوكات وما بين العمود الخرساني، عبارة عن اللي هي الكانة الجلفنايزد ستريب، او انه كان في كانة بس بسيطة كده تربط ما بينهم. ده برضك صورة تانية يمكن لسه بدري عليها، طبعا ده يعتبر الحديد الرأسي اللي بالنسبة للبلوكات ان شاء الله لسه هنتكلم عليه، ولكن دي برضو صورة تانية بتوضح مع طبعا من بداية من منسوب السلاب انجريد اللي موجود عندك لغاية السقف موجود الفيلر بورد ده مكمل معاك بارتفاع او بكامل العمود اللي موجود. دي صورة تانية ممكن في مبنى كان فيه ويرهاوس عبارة عن مستودعات تخزين، وكانت الكولمز موجودة من الستيل ستراكشر، وبرضك في عندنا هنا اعمال مباني وفاصل ما بين او حاطط فيلر بورد ما بين الستيل كولم واعمال المباني فاصل ما بينهم. دي صورة من مشروع تاني، طبعا زي يمكن هنا ده جزء كده زي بلان، في عندنا حيطة وعمود، واخد وضح كده سيكشن يعني انه ده الحيطة وفي عندنا عمود. في هنا يعني بالنسبة للحائط في عندنا حوائط يعني حديد رأسي فيرتيكال، وفي حديد افقي كده يعني يمكن يعني ايه باين بس نقطة باعتبار انه هو، خلينا نشوف الصورة احسن. دي الصورة اللي هي بتوضح ده يمكن عندنا حوائط الطوب اللي موجوده هنا، وفي عندنا عمود خرساني، فهنا طلب ان يكون في ساعه اثناء صب العمود الخرساني يكون في حديد يكون مزرعه في الفورم وورك او حاطينه جوه الفورم وورك اثناء قبل صب العمود، بحيث ان احنا نربط ما بين البلوكات وما بين العنصر الخرساني اللي موجود عندنا. دي صوره ثانيه من زاويه ثانيه، دي الصوره يمكن عامه زي ما انت شايف كان من كل حته بالنسبه للعنصر الخرساني او الاستراكشرال اليمنت اللي موجود عندنا، زي ما انت شايف السلابنج جريد طالع منها حديد راسي بربط ما بين السلابنج جريد والحوائط، العمود برضك بيطلع منه اشاير من هنا من اليمين ومن الشمال على اساس يربط ما بينها وبين البلوكات، حتى الكاميرا اللي موجوده فوق برضك بيطلع منها اشاير بحيث ان هو يعمل ريجيديتي تامه او جساء تامه ما بين البلوكات وما بين العنصر الخرساني اللي موجود عندنا. فالفكرة يعني ده غالبا هيرجع لمواصفات المشروع اللي هتكون معاك، هتحدد لك ان انت هتعمل ايه. هل هتعمل حديد افقي زي ما انت شايف كل 20 سنتي زي ما كان موضح في الرسمة، كل 20 سنتي تحط الحديد الافقي ده وبحيث ان انت تربط ما بينه وما بين البلوكات، ولا ان انت لا سيادتك احنا هنعمل فصل تام ما بين العنصرين بحيث انه ما يكونش يعني كانه ده بيتصرف لوحده، عشان مثلا لو في حركه او كده ده العنصر الخرساني يتصرف لوحده والمباني تتصرف لوحدها، ما بيكونش في علاقه ما بينهم. فزي ما قلنا انه الحاكم في النهايه هي مواصفات المشروع اللي انت
شغال بيها وموجودة عندك في الستاندرد دروينج او في الرسومات اللي هتنفذها في الموقع. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله نستكمل بقية السلسلة في فيديوهات اخرى باذن الله تعالى. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.